انا عايز اسالك يا كابتن سعيد قبل ما تتكلم، معلش، ابراهيم انا ضاي لازم نديله حقه. طبعا الراجل خمس مباريات، بص يا كابتن، جايب ثلاث اهداف ثلاث اخر خمس ماتشات، يعني ده معدل بالنسبه لوينجر او لعيب على الطرف، انا اعتقد ان ده معدل تهديفي عالي جدا. الطريقه وتغيير المكان بيظلم ابراهيم انضاي. ابراهيم انضاي لما يلعب ناحيه اليمين ويلعب سنتر فيرو الثاني ورا مانسي او ورا الجزيري، صحيح، هيجيب جوال لان هو كويس على الجون يا كابتن طارق. تمام.